بسم الله. دلوقتي واحد صاحب خد الفلاشة، ف الملفات كلها اتضربت، كان عنده فيروس. فلما اجي ادوس هنا واقول له انا عايز اخلي الملف ده يظهر بدل ما هو هيدن، الاقي ان هيدن نفسها ماليش اني اتحكم فيها. تمام، هو غير حاجة في خصائص الملف فانا مش قادر اغير فيها. عند الفولدر دوت مثلا كله ادوس اقول له بروبرتس، الاقي ان هو مش قادر اتحكم فيه، مش قادر ان انا اشيل علامة هيدن ديت. تمام، طبعا الموضوع ده عمل لي مشكلة. فدخلت لقيت برنامج اسمه اتريبيوت شينجر، سطبت البرنامج دوت. هو البرنامج كله مساحته تقريبا 3 ميجا، بسيط جدا وفري. تمام، دلوقتي لما بعد ما سطبته بدوس على اي فولدر رايت كليك واقول له شينج اتريبيوتس، بلاقي بيديني امكانيات كتيرة جدا. تمام، مجرد بس ان اشيل علامة من الهيدن ومن السيستم اقول له اوكي، خلاص الاقي الملف خلاص ظهر ومفيش اي مشاكل خالص. كل الملفات اللي انا عايزها دوس رايت كليك وتقول له شينج اتريبيوتس، تشيل علامة من الهيدن ومن السيستم. زائد ان هو بيديك امكانيات تانية، بس هو اللي انا محتاجه فعلا ان انا اشيل علامة هيدن وسيستم عشان الملف يبقى حاجة كويسة، بحيث ان انت تقدر تدي للمدير بتاعك في الشغل بدون اي مشاكل خالص. يعني مينفعش ابعت له ملف واقول له معلش اصل في فيروس اتضرب واحكي له القصة ديت يعني. ان شاء الله البرنامج ده يحل لنا المشكلة ديت. زائد ان انت بقى تسطب انت فيروس ما تديش الفلاش لحد بعد كده.